محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن استنى جميعا بهديهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبعد، تحياتي أكبر سلام سلام حتى ترضى جميعا يا من كانت له يد في هذا اللقاء المبارك من إخوتنا أعضاء اللجنة التحضيرية، إخوتنا في مركز الحوار، إخوتنا في مختبر الحوار الديني والحضاري، إخوتنا في الشعبة، إخوتنا القيمون على هذا الصرح العتيد، على هذه الزاوية المشعاعة المنورة الطيبة المحروسة بإذن الله تعالى. سلام على الجميع، سلام على الحضور الكريم، سلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإن موضوعي أو الدرس العقدي في المغرب بين حقيقة التقعيد والتقسيم وبين الترسيم. وكان لدي فكرة وهل الترسيم، هل فعلا كان هناك ترسيم أم لم يكن ترسيم؟ على امتدادي ما ادعي أنه كانت هذه العقيدة لسان الملايين ونظام الدولة التي يستضيفون بها. المتتبعة لمسارات علماء التطور العقيدة الأشعرية في المغرب منذ بداية العصر الموحد اليوم سينتهي حتما باسترجاع الخطة المرجعية للمصنفات العقدية التي تؤطر المذهب الأشعري في المغرب، سيخلص إلى ما يشبه انفصام الشخصية العقدية في المغرب كحال ذلكم الذي عاش زمان موسى وزمان غبني بوجهين، وجه ناسي لناس ووجه خبأه بين كفيه حتى لا يرى إلا الأشياء التي يراها قلبه. هذا حال المغرب وهذا حال تقمصنا وأخذنا بالعقيدة الأشعرية، هي خلاصة هذه القراءات كلها. فقد انتظمتنا مجموعة من المناهج من منحل المذهب الأشعري الكلاسيكي الرسمي الذي كان عند المارينيين والكلاسيكيين والسعديين والعدويين إلى المغرب. لكن السؤال يبقى عن العصر الموحدي، يبقى عن العصر المرابطي، لأن وباقينا وما تقلده رئيس مركز أبي الحسن الأشعري بأن العقيدة الأشعرية كانت مرسمة في العصر الموحدي فهو مجرد كلام مردود بكل القرائن وكل الأدلة التي ضمناها نقلنا أو مجتزأنا من كتاب الحوار الديني العالي في القرن الإسلامي الذي نشرناه على الإنترنت لفائدة طلبة الدكتوراه والماستر، فهو الإحالة عليه في هذا. المذهب الأشعري الكلاسيكي مثلا تبنت هذه الدول التي رأينا على نمط كتاب الإرشاد لجويني وما أدري كتاب الإرشاد الذي دخل في وقت مبكر في المغرب وتلقفه الناس حتى عدوه صنما وعليه شروح هائلة في المشرق وفي المغرب، لأن مع كتاب الإرشاد لجويني استوت العقيدة الأشعرية على النمط 23 صفة والتسع الأشعري المعروف يعني المنظومة الأشعرية المعروفة، الطبيعيات، الإلهيات، النبوات، يعني إلى آخره، إلى وصولا إلى الإمام المكتسب. ممن ساروا على هذه الطريقة السلالجي وتلامذته ابن السيسر أبي عيسى التازي بن مؤمن بن ناوون أبو بكر الخفاف الأنصاري ولي عهد بشرف تحقيقه وانفراد تحقيقه على الإسلام والعقلاني والنفراني، وأيضا حققته ابن عاشر السلوسي والباجوري والنقاش الأنصاري والضرير. هذا منحى وهو المنحى
الذي استقرت العصر المدني في الرباطات وفي مراكز المعرفه وفي القرويين، وهو الذي بقي عليه المغاربه اليوم. منحى اشعري معدل على طريقه المتكلمين، هذا المنحى منحى التعديل اتخذ طريقتين، طريقه المتكلمين التقعيديين وهم كلا، وطريقه المالكيه الصرفة. طريقه المالكيه التقعيديه مثلها في المغرب الاسلامي قديما رجل يعتد به في الفقه وفي الاصول وفي رجل موضوع وهو ابو عبد الله المازري في كتابه شرح البرهان للامام الجويني. ابو عبد الله المازري هذا له تعقبات عن الجويني، تبنى هذه التعديلات التي عدلها الجويني في العقيده النظاميه وفي كتاب البرهان، فاخذها الامام المازري ولكن استدرك عليه استدراكات كثيره في على مستوى المنهج على الخصوص. كذلك الامام الشريف ابو زكريا الانساني المتوفى سنه 956 للهجره، والذي اخطا لزرع النادي في تحقيقه وهو الذي حقق له، وادعى بانه صاحب كتاب المعاني الدينيه، وادعى بغير سند انه تحقيق شرف الدين الانساني المتوفى سنه 600 او في اواسط القرن السابع، وهو خطا وقد بينه، وكان على شرفه هي رساله لطالبه في الماستر، وكان على شرفه اشرافي عليها وتسجيلها وتصحيح الخطا. فيما يرجع الى التقسيم مثلا في عصر المراهنات باختصار، يوسف الظاهر مثلا هو ابرز الكلام، ابرو قدام ايضا تكفيه في السير استخدمه المرابطون فقتلوه والقوه على المزبله لانه خالفهم في امور في مسائل عقديه الى اخره. يوسف الظاهر كان اشعريا ولكن كان يبرز خارج السير، ولم يكن هناك تقسيم للعقيده الاشعريه في العصر المرابط. العصر المرابط ايضا كان هناك خط اخر لعلماء غير نظاميين في كتب، كما في كتب التراجم، كما في المدارك وفي الدباج والجدوى، كانوا جذبوا زوبو قرطي او عمر النفاسي في تونس، وهو الذي ذهب اليه البلاد لكي ياخذ منه العقيده التي يستنوا العقيده تكون لسان الدوله المرابطيه، ولكنه الان توفي سنة 430، ابن أبي زيد القيرواني كان هناك توفي سنة 386، أبو الحسن الأشعري وصلت عقيدته إلى هناك مع القادسي ومع إلى آخره، لكن خصوصية العقيدة المغربية كانت حاضرة، المالكية الصرفة كانت حاضرة في هذا السفير في عمران التاسع توفي سنة 430، الذي أبى إلى أن يرسل رسالة مع البداري إلى مراكش يحيله فيها على وشاش بن زولوطي، قال اذهب إلى بلاد المغرب إلى بلاد نفيس فإن بها رجلا من أهل العلم، أعطيه هذه الرسالة، أعطاه هذه الرسالة إلى آخر ذلك الكلام، لأنها بعث معه عبد الله، انتدب معه من تلامذة عبد الله بن ياسين ليقوم بأمر الوحي، ولولا مقتل عبد الله بن ياسين ما ظل المغرب أحسن المرابطين، ما ظل المرابطون على عقيدة منفتحة تكون يعني سندا ومددا، وربما قد لا تكون هناك دولة اسمها الدولة الموحدة. كل نهج عبد الله بن ياسين، ولكن موت عبد الله بن ياسين وما أحب لعقيدة سنية أصيلة غير متلبسة بما تساقط من شذوذات المشارقة إلى المغرب، كانت نهايتها فركن المرابطون بعدها الى عقيده سنيه ضيقه تعقب بموجبها العلماء وثقت بها الارواح وثقت بها الناس بالمصادرات، يعني تعقبوه بالمصادرات وبالقتل وبالتهريب الى اخر ذلك. مع هذا مع حضر كتب مع كتاب الاحياء ومع تعقب ما لديه يجيبون
أخذوا كان له موقف من العقلية الأشعرية الوافدة في شخصية الإرشاد، في شخصية كتاب الإرشاد للجويني الذي كان في مراكش يتناقله الناس ويطبقونه عندهم ويتركون منتدعا المرابطين إلى آخره. بالعصر الموحدي أخطأ كثيرون منهم اسم الكذب أبي الحسن الأشعري الذي ذهب واهما إلى أن العصر الموحدي طبق العقل الأشعري. في نهاية ها هما آليتان مرشدة أعزم الطب والذي يؤرخ لعقائد المهدي بن طمرت الذي هو زعيم الموحدي. العقيدة المباركة، العقيدة المرشدة، عقيدة الموحدين ليس فيها ما يدل على كسب ولا على عشرين صفة ولا على كذا ولا كذا، إنما هي عقيدة سنية أصيلة على طريقة المالكية إلا ما كان منه من الدولة وما كان منه من العصماوية وما كان منه من تكفير المرابطين. هنا بعد كل أنا لغض النظر عن هذه الأمور فالعقيدة الموحدة عقيدة سنية أصيلة ونصوص ونصوص لا تكذيب. ولقد أخطأ حول محسن المجد النجار ولا أذكر الأسماء أنا لأن أربع ساعات تكفي عبد المجيد بن الزار وحسين مؤنس ومحمود إسماعيل وغيرهم ممن ذهبوا من غير أن يقرأوا هذه الكتب فقالوا كلاما وأخطأ لختي وأقولها وقد كتبتها وردت عليه في ذلك بالردود التي رد بها أشاعرة أدخلهم كسرا في علاج الأشعرية بدءا من أبي عمرو الفاسي وكذا والبيجي وأدخل المعافي وكذا فبينت له بأن هؤلاء كانوا على عقيدة سنية أصيلة وإن كان هناك تأديل فقد عدلوا العقيدة الأشعرية بما يوافق عقيدة القرآن. وهذا يتأكد لدينا في كتابين مهمين يعتبران مرجعا أحرار أن نعود إليه وأن نحيل عليه طلبتنا بالدراسات الإسلامية وأن نحيل عليه أصحاب العلم مشرئين بنا إلى العقيدة الصحيحة الصافية السليمة النقية الطاهرة الموافقة للكتاب والسنة والتي يلقى بها الإنسان يعقد عليه الإنسان بعقدة الإيمان ويلقى بها مطمئنة في القلب. دقيقتان وفي القضايا وهي فأمر إلى القضايا التي من بين القضايا التي تعرض لها وتصف لها علماء المغرب العقيدة الأشعرية بتصدونها بالتعديل وهي ثنائي مقدورات الله في المنظومة العقيدة الأشعرية ثنائي مقدورات العقيدة الأشعرية الكلاسيكية الأولى لا تتناهى قدرة الله تعالى وهذا يؤدي إلى تعلم كتاب ثنائي الله عز وجل بإحدى المقدورات الأخرى التي هي الأشياء التعديل قالوا بأنها متناهية في أنفسها لأن تعلق علمه تعالى بما لا يتناهى يؤدي إلى استعصاء الحصر وأدى إلى التسلسل وأدى إلى خدم العالم ويستعمل استرسال العلم على ما لا يتناهى. استرسال علم لا يتناهى على ما لا يتناهى يعتبر من المحالات العقلية. الله عز وجل قد دلنا على تناهي كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر وهذا كاف. ثم أيضا في قضية نفي الأحوال وعلى الأساس سمحوا بالكتابين يميل في هذا الباب لأنه مرة خالص نفي الأحوال. العقيدة الأشعرية الأولى حاولت أن تجعل الله أن تجسم الله أن تنزله من كلامه ومن علمائه وأن تقيسه عليه على عالم الشهود لأن الله عز وجل يقول بإله الأسماء الحسنى فادعوه بها والاسم غير المسمى في العقيدة المرددة والاسم هو المسمى في العقيدة الأشعرية الأولى حتى يستقيم له أن يقولوا بأن المعاني قائمة بذات الله عز وجل على
أخرى تكليف ما لا يطاق. التكليف ما لا يطاق أنا العقيدة الأشعرية الواحدة علاش دارت هاد الشيء بالصفات؟ قالت لا علة ولا معلول الصفات للمخلوقين. الله عز وجل وأجل وأعظم من أن يكون أحد الصفات، فهو يستوجب لكماله من حيث هو كامل، دل على كماله بقدر الصنع وإحالته على أنفسنا وعلى الآفاق، دلت على أنه بهذا من حيث هو كذلك، دلت على أنه العليم القدير السميع البصير بطريقة القرآن. لا تسألني أو تقول إن العلم قائم به بعشرة جيجا ولا خمسة جيجا ولا مليون جيجا. العلم لأن هنايا راه كتحسب الجيجات، ولكن والله باش ننسدوا هذه العقيدة الشعرية الأولى تعدلات وحنا ما عرفناش بلا تعدلات. بحال هذوك اللي كانوا شنو يقولوا يا فلان هذا هو الامر الذي حدث في صام شخصيه من العقيده الاشعريه. العقيده الاشعريه الجديده او من اراد ان ينتظم لعقيده اشعريه سليمه فليعد الى كتابه فقط عند مالكيه. انا بقصد الاسماء اللي أبي عبد الله القرطبي، والأمد الأقصى لأبي بكر بن العربي بن عدي. هذه طريقة مالكية صرفة، ما فيهاش الكسب، ما فيهاش قائمة الإيمان.